اللواء مصباح صقر، الميت الذي عاد للحياة بعد 27 عاماً. ولد اللواء مصباح صقر في مدينة غزة عام 1934، امتهن التدريس في سنوات شبابه الأولى بمدارس وكالة الغوث، دفعته مشاهد النكبة ومخيمات اللجوء إلى الالتحاق بالكلية الحربية في القاهرة عام 1957 ليتخرج منها ضابطاً في جيش التحرير الفلسطيني. انضم إلى صفوف حركة فتح فور تأسيسها عام 1965 مشترطاً سرية عضويته ليبقى بعيداً عن الأعين. في معارك النكسة قاد النقيب مصباح ورفاقه المعارك الشرسة على جبهة خان يونس التي تكبدت فيها قوات الاحتلال خسائر فادحة. بعد الهزيمة رفض صقر مغادرة القطاع وبقي مع عدد من الضباط لتشكيل وقيادة المقاومة ضد الاحتلال عبر قوات التحرير الشعبية. مع اشتداد عمليات المقاومة في غزة أصبح صقر من أهم المطلوبين لجيش الاحتلال. بعد أن طال الاعتقال والاغتيال معظم رفاقه أعلن عن وفاته غرقاً في بحر غزة عام 1972، نعته منظمة التحرير الفلسطينية وأدرجت اسمه ضمن قوائم الشهداء، وباشرت محكمة غزة الشرعية إجراءات حصر الإرث له. انطلت الحيلة على الجميع بما فيهم والداه اللذان فارقا الحياة دون أن يعلما الحقيقة، باستثناء زوجته التي كانت تتولى نقل الرسائل بينه وبين قائده المباشر ياسر عرفات. عقب اتفاق أوسلو عام 94 وتأسيس السلطة الفلسطينية ظهر مصباح صقر على قيد الحياة مجدداً، معلناً انتهاء رحلة 27 عاماً من الحياة في عداد الأموات، قاد خلالها سراً عمليات المقاومة داخل قطاع غزة لأكثر من ربع قرن. لقبه ياسر عرفات بالشهيد الحي وكلفه بقيادة جهاز الأمن الوقائي في غزة والضفة، مصدراً أمراً بترقيته إلى رتبة لواء. عرف عن اللواء مصباح صقر رفضه لتجاوزات جهاز الأمن الوقائي وتمرده على قرارات عرفات باعتقال كوادر المقاومة، ما قاد الأخير إلى عزله من قيادة الجهاز وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله. في منزله الواقع بشارع الوحدة في مدينة غزة لا زال اللواء مصباح صقر يعيش في الظل مجدداً، معتزلاً المشهد السياسي، معتزاً بمواقفه ومبادئه التي كلفته الكثير، فخوراً بما قدمه طوال سنوات حياته التي أمضى ثلثها ميتاً على قيد الحياة، وحيداً مطارداً في شوارع غزة وبيوتها.